طبعا دعنا أول شيء نعترف بأن هناك أخفاقات وإشكاليات، هناك حالة فساد موجودة ومستمرة. حالة الفساد يوم من الأيام كانت خفية، كان يحاول البعض التمتمة فقط حولها، يحاول البعض تعتيم ولو جزئيا. ثم في فترة تالية، فترة الملك عبد الله، تم تشكيل هيئة مكافحة فساد. الهيئة هو اعتراف ضمني في ذاك الوقت كان على أنه وجود حالة فساد كبيرة جدا، حالة فساد واسعة، وبأن هناك محاولات جادة لمكافحتها ولمحاولة حل المشاكل المتعلقة أو الناتجة عن حالات الفساد وحالات الفوضى الموجودة المالية وغيرها. طبعا دون شك تلك المحاولات رغم أنها كان لها إنجازات محدودة على مستوى ضعيف، على مستوى يعني المستويات الدنيا، إلا أنها فشلت بشكل كبير جدا. ثم جاءت المحاولات الأخيرة في عهد الملك سلمان، محاولات الأمير محمد بن سلمان مكافحة الفساد عبر القبض على رؤوس كبار. تبقى المشكلة الأساسية أن حتى هذه المحاولات مشوبة بالكثير جدا جدا من المشاكل لعدة إشكاليات. أولا دعنا نأخذها على طريقة المتنبي الذي يقول فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. الجهات التي من خلالها تم ممارسة هذا الفساد لا يمكن في أي يوم من الأيام وفي أي حال من الأحوال أن تكون هي مصدر حل هذه المشاكل. إشكاليات الفساد النابعة من داخل مؤسسة أو جهاز لا يمكن أن تحل عبر مدير ذلك الجهاز اللي يوم من الأيام سمح بهذا الفساد وكان جزءا منه وشارك فيه وكان أصلا نتاج حالة من حالاته. ولما نقول فساد أيضا فنحن نتحدث عن شيئين، حالات الفساد اللي الآن تحارب تحصرها في نوع أو في النوع الأول من الفساد وهو النوع المالي. الفساد الثاني أيضا هو فساد سياسي. الفساد السياسي يعني استغلال السلطة، سوء استغلال السلطة، العبث بمقدرات البلاد، عدم مشاركة الرأي، الاستبداد بالقرار، إدارة شؤون البلاد بشكل شخصي، بشكل ارتجالي، بشكل شللي دعنا نقول. وأيضا الفساد بشكل أكبر هو تغييب أهم عنصر من عناصر بناء أي دولة في العالم اللي هو الشعب، تغييبه عن المشهد، تغييبه عن المشاركة في صناعة القرار، تغييبه أيضا عن كونه جزءا فاعلا في محاربة الفساد الذي يدعو ويحاول أن يحاربه في كل هذه المحاولات السابقة. الشيء الآخر لما نقول أنه محاولة فساد، هناك فساد وهناك محاولة حرب وتقويض لهذا الفساد الموجود، فلا يمكننا أن نقبل بأن يكون هذا العمل إداري محض أو بسيط أو كما يقال أنه من أعلى الهرم، بمعنى أنه شخص واحد يمكن أن يحل كل شيء ويأتي بالمعجزات ولديه يعني عصا موسى التي تقلب البحر يابسة. هذا لا يمكن أن يفعله شخص واحد، هذا جهد الفساد الذي شكلته جماعة ضخمة جدا وكبيرة على مدار عقود طويلة لا يمكن أن يحل إلا عبر جهد جماعي، عبر جهد تشاوري تشاركي يكون منخرط فيه أهم الجهات التي كانت ضحية لهذا الفساد وهو الشعب. كيف يمكن أو يتمثل حل هذا الموضوع عبر وجود الشعب أو عبر إشراك الشعب؟ هو عن طريق المؤسسات الأهلية، المؤسسات المدنية، المؤسسات الشعبية المنتخبة، وجود حالة من الوعي وإشراك الناس بشكل حقيقي في مكافحة الفساد. إذا كنا نريد أن نكافح الفساد فلا بد أن تكون هيئة الفساد هيئة مستقلة، ولما نقول مستقلة بمعنى مستقلة حتى عن الجهة التنفيذية التي تريد أن تأمر بها. ولا يمكن أن يكون هذا في يوم وليلة، هذا جهد ينبغي أن يكون جهد كفاح ونضال طويل لأجل العدالة ولأجل الحقوق ولأجل الحريات. والذي يدير الآن شؤون البلاد ويدير حملة مكافحة الفساد لا أظنه يعبأ بكل هذه الأشياء. هو يعني الحملة الانتقائية
التي تصطفي أناسا لأجل محاسبتهم بسبق إصرار وترصد تتجاهل أناسا آخرين. هذه الحملة نفسها التي تتحدث عن الفساد المالي ونوع معين من الفساد المالي هي تتجاهل بسبق إصرار وترصد الفساد السياسي، الفساد الاجتماعي، الفساد الثقافي والفساد الديني، هي في ذاتها تطرح وفي الوقت الذي تطرح فيه مثلا حلا للإشكاليات، إشكاليات التطرف والعنف والإرهاب بالإسلام المعتدل، هي تقوض هذا النظرية عبر استهداف أهم رموز الاعتدال الإسلامي في المملكة العربية السعودية، تستهدفهم بالاعتقال، بالتضييق، بالمنع من السفر، بالمحاربة، فأي اعتدال نتحدث عنه. الشيء الآخر، لما نتحدث عن ما يسمى باعتدال ما قبل الصحوة واعتدال ما قبل 1979، وعلى فكرة أنا لا أعرف لماذا أصبحنا فجأة نؤرخ بالتاريخ الميلادي 1979، على أي حال إسلام ما قبل 1979 الذي نتحدث عنه، أرخنا 1970 بشكل اعتباطي غريب تعسفي لا يوجد له مبرر ثقافي ولا تاريخي له. دعنا نتحدث عن 1979. 1979 هي السنة التي شهدت حركة جهيمان، ولما نقول شهدت حركة جهيمان هي حركة عنفية متطرفة استخدمت الدين وقوضت الأمن ويعني مارست العنف والتطرف تجاه المصلين في المسجد الحرام وأرادة تقوض النظام والأمن العام. هذه هي الحركة، حركة نكاد نقول أنها حركة متطرفة وحركة إرهابية مبكرة، دعنا نكون أكثر صراحة. هذه الحركة 1970 لم تكن نتاج يوم وليلة، هي نتاج مرحلة. يعني لما نقول أننا نتحدث عن إسلام ما قبل 1970، نحن نتحدث عن هذا الخطاب الديني الذي أنتج لنا أول حركة حقيقية، أو دعنا نقول من أهم الحركات الحقيقية اللي شهدتها العقود الماضية للإرهاب. نحن إذن نريد إعادة صناعة تلك البيئة الثقافية الدينية الشرعية التي سمحت والتي أنتجت هذا الخطاب العنفي وهذا الخطاب الإرهابي بهذا الشكل. عن أي محاربة فساد نتحدث؟ عن أي خطاب إسلامي معتدل نتحدث إذن؟ دكتور، على ماذا يدل استهداف النظام لشخصيات وازنة وتحديدا استهداف والدكم؟ هذا الاستهداف كان مثيرا للاستغراب لأسباب عديدة جدا، من أهمها هو أن هذا الاستهداف جاء في توقيت تحتاج له الدولة والمجتمع والناس إلى تكاتف كل فئات المجتمع وتعاضد كل فصائل وتيارات العمل في المجتمع، سواء كانت عمل، سواء كانت تيارات إسلامية، ليبرالية، قومية، أو أي تيارات أخرى مستقلة، تحتاج إلى تعاضد كبير جدا من كل التيارات لأجل التعامل مع التحديات في المنطقة، ولأجل وأهم نوع من أنواع التعاضد هو التعاضد مع الشعب والقوى الشعبية. ولما نقول القوى الشعبية فلأن المجتمع ليس لديه تعبير رسمي عن طريق مفوضين أو ممثلين أو نواب أو برلمان منتخب أو هيئات شرعية منتخبة، فنحن لدينا على الأقل رموز شعبية لها حضور ضخم جدا، هناك اتفاق شعبي على حضورها على تأثيرها، هذه الرموز يعني تحمل مواصفات أعتقد أنها مهددة للشخص الذي يسعى للسلطة بأي ثمن، ومهددة للشخص الذي يريد الإمساك بكل تلابيب المجتمع وكتم صوته لكي يكون هو الصوت الوحيد، فلا صوت يعلو فوق صوته. فهذا الخطاب الذي يريد صاحب القرار استهدافه هو خطاب يتميز بأنه معتدل،
هادئ يحارب التطرف ويحارب الإرهاب يحارب العنف، وفي ذات الوقت يقدم خطابا إسلاميا أصيلا، خطابا يجد الناس فيه أنفسهم من خلال التعبير وانعكاس قيمهم في ذاته وفي هذا الخطاب، وجود قيمهم التي يؤمنون بها، وجود هذه القيم، وجود هذه المظاهر التي يريدون التعبير عنها في المجتمع في هذا الخطاب. خطاب يجمع بيننا، خطاب نابع من الدين ومن أساسه ومن قيم، وفي نفس الوقت متصالح مع المجتمع ومع الناس ومع العالم، ويقدم يعني رؤية معتدلة للعالم وللناس. هذا الخطاب تم استهدافه بشكل مقصود لأنه يقدم بديل حقيقي عن هذا التطرف، عن حالة الفوضى الموجودة، حالة الفوضى السياسية، حالة التطرف، حالة العنف. لذلك النظام استهدفه بهذا الشكل الفج. طبعا كانت كل مبررات اعتقال أنه كان لديه موقف مستقل وهادئ جدا، لم يتم التصعيد بأي شكل من الأشكال. التصعيد كله بدأ وانتهى من طرف صانع القرار. لماذا تم الاستهداف؟ تم الاستهداف لأنه يشكل خطابا هادئا معتدلا مرغوبا به من كل الأطراف، من كل الناس، من كل الفصائل، وهو وحتى لو كان هذا الخطاب لا يقدم يعني تهديدا سياسيا مباشرا، إلا أن صانع القرار يرى بأن أي شخص له حضور عند الناس وحب ورغبة من الناس بسماع صوته وسماع رأيه والاسترشاد بنصيحته ورأيه وحكمته وخبرته الطويلة جدا، أن هذا بحد ذاته يعتبره صانع القرار تهديدا له. لماذا؟ هذا لسبب بسيط جدا، لأن صانع القرار لدينا لا يعتمد على مقومات حقيقية تقويه وتكفي لأجل أن ترفع سوقه، ولأجل أن ترفع نفسه وتقويه في المجتمع وفي الناس وفي الدولة، لأنه ليس لديه الثقة الكافية بأن هناك دعم شعبي كبير، ليس لديه الثقة الكافية بأن هناك رغبة من الناس بأطراف مختلفة وتيارات مختلفة بالقبول به وبمنطقه، فهو بالتالي يستهدف الطرف الذي يحمل كل هذه المواصفات، الطرف الذي لديه قبول من كل الناس، لا يحمل آفة التصعيد ولا هذا الاستعجال والارتجال في صناعة القرار والتسرع في الدخول في مهاترات سياسية ذات اليمين وذات الشمال، وفي ذات الوقت يتجاهل أهم طرف حقيقي ينبغي أن يكون ليس فقط جزء من المشهد، ينبغي أن يكون المشهد كله، ينبغي أن يكون المشهد كله وهو الشعب في هذا المشهد السياسي. فلما نتحدث عن الشعب، هو ينظر لمن الصوت الحقيقي داخل الفئات الشعبية، ومن المجموعات التي تستطيع أن تكون أكثر حضورا عند الناس وعند الشعب، ولها قوة منطق ولها تاريخ ولها معرفة قديمة جدا بالسياسة وبقراءة للتاريخ وبسنن السياسة. فهو يجد بأن هذه الأطراف المعتدلة الهادئة التي تحمل هذا النفس أيضا القيمي القريب من الناس تشكل تهديدا مباشرا عليه. لماذا؟ السبب لأن الذي لا يحمل الثقة في ذاته، الشخص الذي يخاف ويعرف جيدا أن كل ما يحمل هش، أنه يعني يخاف من ورقة التوت الذي تسترها أن تسقط في أي لحظة، لأنه مربع كرتوني يعرف بأن أي طفل يمر قد يدهسه، فهو يخاف على نفسه في كل لحظة، ويرى كل شيء أنها مؤامرة كونية عليه، وأن كل شيء يحاك ضده بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أعتقد هذا كل ما في الأمر. من وجهة نظركم، ما الذي يمكن أن يشكل قاعدة مشتركة بين أطياف المجتمع المختلفة؟ يمكن أن يشكل قاعدة مشتركة هي الخشبة، خشبة القوى الشعبية الطبيعية التي يوم من الأيام كانت هناك محاولة ابتدائية
في هذا المسار محاولة الحوار الوطني. الحوار الوطني اللي نتحدث عنه إكمال مسيرته بشكل حقيقي، قوى المجتمع بشكل عام، تياراته المختلفة تقوم على مبادئ مشتركة في حماية الناس، في الخوف على مستقبلها من الصراعات الذاتية والصراعات العائلية السياسية المخيفة التي قد تقوض المجتمع كله بكبره، وقد تقوض مستقبلنا من خلال أطماع شخصية لا تأبه لا لمستقبل البلد ولا لتراثه ولا لثروته ولا لقيمه ولا لاعتبار حتى دينه. فيعني خشبة الإنقاذ الوحيدة هي العودة للناس والاعتراف بقيمهم واحترام خياراتهم الدينية وثقافتهم والسماح بتعبير حقيقي للناس يمثلون فيه أنفسهم ويختارون فيه ممثليهم، يكونوا جزءا حقيقيا أو أساسا من مكافحة الفساد الحقيقية المستقلة عبر القوى الشعبية المنتخبة، فهو باختصار شديد حل انتخابات حقيقية لصناعة القرار وللمشاركة في صناعة القرار في مجلس شورى منتخب يكون الناس فيه ممثلين بنواب حقيقيين يجدون فيه أنفسهم وصوتهم ويستطيعون أن يمارسوا حقهم المشروع المكفول بدين الله سبحانه وتعالى وبالقيم المعاصرة المعتدلة. فهذا هو الاعتدال الإسلامي الحقيقي. إذا نريد أن نتحدث عن اعتدال، الاعتدال أيضا، وإذا كنا يوم من الأيام نعتقد بأن نريد أن نستفيد من المدارس العالمية في مكافحة الفساد، طيب لدينا يعني شبه اتفاق عالميا على أن القوى الشعبية والمؤسسات الشعبية ورقابتها والسماح بحرية الصحافة والسماح بحرية الحديث والسماح بحرية التنقل والسماح بتشكيل المؤسسات المدنية والمؤسسات الأهلية ودعم كل هذا هو أهم عامل من مكافحة الفساد. و لن يكون يعني في ذاك الحين مكافحة فساد مالية ومؤقتة ومنتقاة، ستكون شاملة. مكافحة فساد سياسي سوء استغلال السلطة والتفرد بالقرار، ومكافحة فساد اجتماعي عبر السماح بقيم الناس وتمثيلها إلى آخره، وأيضا مكافحة فساد مالي عبر أن تكون هناك مؤسسات مالية، مؤسسات مستقلة شعبية ل مكافحة الفساد المالي الموجود سواء في السلطة أو بين القطاع الشعبي والمالي العام. شكرا دكتور.